أحمد فهمي المرض غيرني وهذا سبب الخلاف مع أحمد حلمي. أبرزهم أحمد حلمي وإليسا فنانون أصيبوا بالسرطان. السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في قناتكم كرة شراب. لطفا قبل أن نبدأ فلا تنسوا أن تدعمونا بلايك أسفل الفيديو حتى نوصل هذا الفيديو لتسعة آلاف لايك. لو بتحب أحمد حلمي ما تنساش تضغط لايك أسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المتعاطفين مع أحمد حلمي. ولا تنسوا أن تضغطوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. أحمد فهمي المرض غيرني وهذا سبب الخلاف مع أحمد حلمي. أكد الفنان المصري أحمد فهمي أنه ما زال يعاني من أثر الوعكة الصحية التي تعرض لها منذ عدة سنوات. وقال فهمي خلال حلوله ضيفا في برنامج حبر سرية تقديم أسماء إبراهيم والذي يبث على قناة القاهر والناس: المرض غير نظرتي للحياة، لا أخاف الموت لأنه حقيقة، لكن أكره المرض لأنه يجعل الإنسان ضعيفا. وكشف أحمد فهمي عن التغير الذي طرأ على شخصيته بعد محنة المرض قائلا: أبلغ من العمر 40 عاما وغالبا لن أعيش 40 عاما أخرى، المرض غيرني وأصبحت إنسانا هادئا جدا. وتطرق أحمد فهمي لخلافه مع النجم أحمد حلمي قائلا: كان السبب هو خلاف في عمل، كان السبب هو خلاف في العمل، وكنت مؤلف فيلم كده رضا، كان عمري 26 عام وكنت متحمسة وهو كان نجم العمل، أول واحد استلمني وأخذ الجنان كله. وتابع حديثه عن أحمد حلمي: تعلمت من أحمد حلمي العديد من الأشياء وهناك ما استوعبته منه بعد سنوات، وأتمنى العمل من جديد معه. يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد فهمي على شاشة السينما فيلم العارف الذي شاركه بطولته أحمد عز. أبرزهم أحمد حلمي وإليسا فنانون أصيبوا بالسرطان. تسبب إعلان الفنان فاروق الفيشاوي عن إصابته بمرض السرطان صدمة كبيرة لزملائه في الوسط الفني وكذلك جمهوره الذين دعوا له بالتماثل للشفاء في أقرب وقت، لا سيما بعد ظهوره في حالة إيجابية وتأكيده على التحلي بالإرادة والعزيمة لقهر هذا المرض. سبق وقد أصيب عدد من الفنانين بهذا المرض، ومنهم من استطاع مواجهته والقضاء عليه بشكل كامل، وترصد الوطن أبرزهم في التقرير التالي. إليسا في شهر أغسطس الماضي ومن خلال فيديو كليب إلى كل اللي بيحبوني، أعلنت الفنانة إليسا عن إصابتها بسرطان الثدي والذي اكتشفته في 26 من ديسمبر الماضي، حيث كتب في نهاية الفيديو: أنا تعافيت وقاومت المرض وغلبته، الكشف المبكر لسرطان الثدي قادر على إنقاذ حياتك، لا تهمليه وواجهيه. وعلى مدار 9 أعوام ظلت الفنانة الفلسطينية تعاني من سرطان الثدي، حيث كانت تخضع لرحلات علاجية بين فلسطين وألمانيا حتى تدهورت حالتها الصحية في الشهور الأخيرة وباتت تعاني من مشكلات في الأحبال الصوتية، الأمر الذي منعها من الغناء أو تنظيم حفلات للجمهور، حتى رحلت عن عالمنا في شهر مارس الماضي شريهان. على هامش تكريمها من مهرجان الإسكندرية السينمائية، كشفت الفنانة شريهان عن إصابتها بمرض السرطان الغدد اللعابية في عامها 38، حيث اعتذرت عن الحضور آنذاك وقالت في رسالتها: إنني أمر بأزمة صحية تمنعني من الحضور، ولكن كل شكر لكم ولتقديركم للفيلم ودوري فيه، وأطلب منكم الدعاء. ومع مرور الوقت استطاعت أن تتمثل للشفاء. محمد قماح في فبراير 2016 أعلن الفنان محمد قماح نجم ستار أكاديمية عن تجربته مع مرض السرطان، حيث قال في تصريحات تلفزيونية: إن الأمر بدأ معه بتنميل أجبره على الذهاب للطبيب، وبدأ الفحوصات والأشعة اتضح أنه ورم في المخ، إذ أنه خضع لعملية استئصال الورم. أحمد حلمي عن طريق الصدفة اكتشف الفنان أحمد حلمي إصابته بالسرطان في منطقة الظهر، وذلك بعدما أجرى فحوصات طبيعية في أمريكا للإطمئنان على الحالة الصحية لزوجته الفنانة منى زكي قبل إنجاب ابنهما سليم، إذ أن حلمي قد خضع لجراحة استئصال الورم منعا لتطور الحالة وإصابته بالشلل. وفي شهر أكتوبر الماضي نفى ما تردد بشأن إصابته بهذا المرض مجددا، مؤكدا أن هذا الكلام عار تماما من الصحة. شادية خلال مسرحية ريا وسكينة أعلنت الفنانة شادية إصابتها بسرطان الثدي وسافرت إلى فرنسا لتلقي العلاج، حيث خضعت لعملية استئصال لأحد ثدييها حتى قررت التبرع ببيتها ليصبح مركز لأبحاث السرطان فضلا عن الاعتزال، وتوفيت في شهر نوفمبر بعد صراع مع المرض. ما هو سبب عودة المرض للفنان أحمد حلمي؟ أحمد حلمي أبرزهم 5 مشاهير راهنوا على مواجهة السرطان فهزموه.
يعتبر السرطان من أكثر الأمراض التي تثير الذعر في قلوب الجميع، فمجرد ذكر اسمه مرفوض عند البعض ويستبدلونه بكلمة المرض الخبيث، وذلك لما يحمله هذا المرض من هم وضيق وألم جسدي ونفسي لمن يصاب به، ونجح في حصد أرواحهم بلا رحمة وبشكل مفاجئ بعد معاناتهم الطويلة معه والتي قد تمتد لسنوات طويلة. في هذا التقرير يرصد الفجر الفني 5 مشاهير تراهنوا على مواجهة هذا المرض العنيد، وقد كسبوا الرهان وعادوا منتصرين إلى حياتهم الطبيعية ونجوميتهم. الإعلامية بسمة وهبة. كشفت الإعلامية بسمة وهبة عن إصابتها بمرض السرطان وسط صدمة كبيرة من زوجها الذي ظل يبكي لا إراديا بعدما عرف هذا الخبر الصعب، خوفا من أن يخسر شريكة حياته. وأوضحت وهبة أن محاربة هذا المرض ليست بالأمر الهين، بل هي بمثابة معركة حقيقية، ولكنها قررت ألا تستسلم له وتهزمه، وظلت تردد جملته يا أغلبه يا يغلبني. وتراهنت بسمة مع السرطان على أن تهزمه وتقضي عليه، وبالفعل نجحت في ذلك وكسبت الرهان بجدارة، وطلقت العلاج وتحملت ما يتبعه من آلام نفسية وجسدية وتساقط للشعر إلى أن تعافت تماما. الآثار التي تركها السرطان في شخصية بسمة وهبة. كشفت بسمة وهبة أن السرطان مرض خبيث وصعب، ولكنها كانت دائما ما تردد بداخلها أن الله سيعوضها عن كل هذه الألام، وبالفعل حدث ذلك، مؤكدة أن قصتها معه تستحق لقب حدودة الأمل، كما جعلها تثق في نفسها أكثر من الأول. فعندما تساقط شعرها كانت تخرج بدون باروكة ولم تكترث من نظرات الآخرين. أحمد حلمي. اكتشف الفنان أحمد حلمي إصابته بسرطان في الظهر منذ سنوات بمحض الصدفة، عندما كانت زوجته منى زكي تجري بعض الفحوصات الطبية في أمريكا قبل ولادة ابنهما سليم. وعندما شعر بوجود ورم في منطقة الظهر أجرى فحوصات، وبعدها اكتشف وجود هذا المرض الخبيث، وقرر حلمي أن يتحداه ويخضع للعلاج ويتحمل هو وزوجته صعوبة هذه الفترة في صمت تام. والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن ننهي حديثي سأطرح عليكم سؤال، وأتمنى منكم المشاركة برأيكم في التعليقات. هل من الوارد رحيل محمد صلاح ليفربول؟ لا تنسوا أن تشاركوا برأيكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.